نعم. لكن شيخ الكريم، هل تأثم الزوجة إذا طلبت الفراق من زوجها دون سبب وجيه شرعي؟ نعم، فيما جاء في المسند بإسناد جيد عن ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت طلاقها، والطلاق صورة من صور الفراق، من غير ما بأس، يعني من دون سبب، من غير ضرر وأذى، من غير ما بأس، لم ترح رائحة الجنة، وهذا يدل على أن ذلك من الكبائر وعظائم الإثم. نعم، أحسن عليكم شيخنا.